منتجات سيارات هي صح تجميع عراقي، هي صينية المنشأ ولكن تجميع عراقي. طب إذا كان العراقي يجمع سيارات، ليش رايحين على سبيل المثال رايحين جايبين السايبة من إيران على سبيل المثال؟ ما العراقي هو ينتج هاي السيارات يجمعها. زين انت معناها عندك معامل دا تصنع ودا تجمع وتقدر تستوعب الخريجين الهندسة وغير الهندسة والمعاهد الفنية والتقنية. طب ليش هاي البطالة؟ الناس مفترشة الشوارع تدور لها على شغل، ورايحين مستوردين لي من ايران لو لبن لو حليب من ايران مستوردين، واحنا كل هالمنتجات عندنا. الحقيقة يعني احنا بالنسبة لهذا الجانب بالتقيس والسيطرة النوعية، هذا يعني الوزارة أخذتها بنظر الاعتبار، وإحنا طالبنا الجهات المعنية، وأعتقد يعني بالفترة الأخيرة صار توجه على منع المنتجات الرديئة من الدخول، والآن يعني خلال هاي الفترة يعني حسينا أكو هناك نوعا ما اهتمام بهذا الجانب. أما بخصوص الإمكانيات الموجودة في داخل الشركة العامة لصناعة السيارات، نعم إحنا لدينا خطوط إنتاجية، وخطوط إنتاجية يعني ترجع يعني إلى السبعينات، أكو عندنا قسم من الخطوط الإنتاجية وإنتاج الآلات الزراعية والمكننة اللي يحتاجها الفلاح العراقي. حقيقة قلت لك إحنا نحتاج إلى الدعم المادي الأساس للاستمرار بهذا العمل، وخصوصا احنا الآن نعاني من شحة المياه. الشركة العامة لصناعة السيارات أيضا من تخصصها منظومات الري بالرش وصناعة التركترات الخاصة والمكان الخاصة اللي تجهز طيب للفلاحين. أستاذ هادي، أنت تعلم كيف من الممكن أن يبدو زراعية كل ما تحدثت عنه، كيف من الممكن أن يبدو للمواطن أو حتى المصنع العراقي يعني يرون بأنه ليست هناك نية لإحياء الصناعة العراقية في البلاد؟ هناك من يعمل على تعطيل الصناعة العراقية، هناك مؤامرة لدعم المستورد ليحل محل المنتج المحلي في الأسواق، ما رأيك؟ نعم، هذا يعني احنا كوزارة الصناعة والمعادن يعني متوجهين نؤدي ما مطلوب من عندنا بكل دقة، ونطلب دعم الدولة بهذا الموضوع. لكن تعرفين انت في كل مكان الـ يعني هذا موجود، انه بعض التجار وبعض الاصحاب الـ الاموال وبعض المنتفعين اكيد يحاولون انه يعرقلون الصناعة ويتجهون الى الاستيراد، لكن هذا الوزارة ملتفتت للموضوع، وإن شاء الله احنا خلال هاي الفترة الماضية يعني تم تأهيل ما لا يقل عن 180 معمل ومصنع، وتم إعادته للعمل وجاهز أن يقدم خدماته للمواطنين ويدعم المنتج المحلي. احنا حقيقة ما نحتاجه أساسا بهذا الموضوع، نحتاج الدعم الحكومي على مستوى يعني عالي، دعمنا ماديا لتأهيل بعض خطوطنا الإنتاجية. والحقيقة احنا ايضا من خلال المعرض اللي اليوم تم افتتاحه من قبل السيد المستشار نيابة عن معالي وزير الصناعة والمعادن، الحقيقة كان هناك لقاءات مع القطاع الخاص اللي هو يعتبر الجناح الثاني لوزارة الصناعة والمعادن.